هلو يا حلوين، انا يارا. واللوك الاول سنتيا باخر الفيديو في هيدي التسريحه الحلوه. هون في عندي تب كثير مهم، نعمل هيدي الطريقه لحتى نكثف الرموش. هلو يا حلوين، انا يارا ورح كون عم رفقكم بسلسله من الفيديوهات لتتعلموا كيف تقدروا تطبقوا لوكات النجوم المفضلين عندكم. وشو ما عندكم اسئله عن الميك اب، عني وعن التيوتوريالز، انا مستعده جاوبكم عنها بخانه التعليقات. واللوك الاول يلي انا كتير متحمسه انه رح كون عم طبقه معكم هو لوك سنتيا لمجله جمالوكي لعدد سبتمبر. اذا حابين تعرفوا كيف تطبقوا هيدا اللوك خطوة بخطوة وبالأخص الآي لاينر، خليكن عم بتابعوا الفيديو، وأكيد بآخر الفيديو في هيدي التسريحة الحلوة وأنا محضرت لكم كتير تيبس رح تستفيدوا منهم. كمان لازم أقوله، يلا نبلش. أول شي رح بلش فيه هو البرايمر، لأنه كتير مهم أنه تكون البشرة مرطبة قبل ما نحط كريم الأساس. تاني شي رح اعمله لانه لوك سنتيا طالع برونزي وطالع هيك في نضارة بالبشرة، رح حط ليكويد هايلايتر بالمطارح يلي منحط فيها الهايلايتر الباودر عادة. اذا منشوف بلوك سنتيا الحواجب طالعين محددين ومرتبين كتير، تقدر حقق هدول الحواجب، امحي حواجب هدول ورتبهم وزبطهم. رح اخد صابونة تكون شفافة، رح اخذ هيدي الفرشايه اللي هي فرشايه الحواجب، رح اخذ مثبت ميك اب، رح رش على الصابونه، ورح اخذ الفرشايه اعمل هيدي الحركه، رح مشط الشعر شعره بهيدا الشكل على الميلتين، وبعدين رح اكبس هدول الشعر يلي مشطتهم بهيدا الشكل وبرجع سرحهم من فوق مثل كأني عم برسم خط فوقهم. هذا الشيء بيخلي الحواجب محددين ومرتبين. هلا رح نبلش بكريم الاساس، وكريم الاساس بهيدا اللوك مهم انه يكون تغطيته متوسطه، ما يكون كتير فول كفرج، لانه هيدا اللوك غالبا بيكون مناسب للشغل، مناسب للظهره، هيك شيء، فلازم يكون ناعم. لهيك رح اختار كريم اساس ميديوم كفرج. وزع الفونديشن بهذا الشكل على كل الوجه. بجرب اني ما اقرب لهون لانه بالدمج بوصل لهون، بس ما بدي الكميه يلي عم حطها تكون كتير هون، والا مع الوقت رح يشقق الفونديشن تبعي، رح يبين العيوب بالبشره وما بدنا هذا الشيء. لتحت العيون ما بنقرب. بالدمج رح اخذ فرشايه مفروشه، شايفين كيف؟ ورح بلش الدمج من تحت، رح وصل لعند الرقبة واطلع بطلوع، وابدا ما بمسح طبطبة. لقيت الطبطبة. من بعد ما وزعت الفاونديشن بالفرشاية رح اخذ الاسفنجة ورح اخذ مرة ثانية مثبت الميك اب. اوكي، وهلا بعمل هيدي الحركة وبطبطب كرمال ما يكون عندي خطوط بالفاونديشن، بنفس الوقت هيدي الحركة بتساعد الفاونديشن تثبت على الوجه لوقت أطول. تركولي مين هي نجمتكم المفضلة بخانة التعليقات، وأي لوك حابين إني ساعدكم طبقوا، وأنا رح كون عم بقرأ كل الكومنتس. وهلأ رح نطبق خافي العيوب، والطريقة يلي رح نطبقه فيها رح تساعدنا انه نشقل العين، لانه كتير لفتني كيف سنتيا عينها مسحوبة. اول شي رح نبلش بالكونسيلر، نطبقه هون، رح نعمل مثل شكل مثلث بس رح ناخده شوي هيك لبرا، ورح نرجع ناخد كمان خف العيوب ونعمل هيدي الحركة، بس as simple as that، بهيدي البساطة. هلا رح نبلش بتوزيع خافي العيوب، ابدا مش مسح طبطب. هلا رح نطبق البودره الحره يلي رح نعمله، رح نتاكد انه ما في خطوط ابدا تحت
وفوق العين، وإلا رح تصير تبين مثل كأنه تجاعيد، وما بدنا هيدا الشيء يصير. لهيك نعمل طبطبة، ناخد كمية خفيفة من البودرة الحرة على الفرشاة. رح ناخد كمية خفيفة من البودرة الحرة ورح نوزعها. إذا بتلاحظوا إنه لما منحط الفاونديشن مع الوقت إذا مش مثبتين هون رح يبلش يبين عنا خطوط، ورح تبلش الفاونديشن تختفي تدريجياً من هيدي المنطقة، فبصير يبين عنا لون أو محل بفاونديشن ومحل بلا فاونديشن، وما بدنا هيدا الشيء أبداً يصير. لهيك تأكدوا إنكم تثبتوا بهيدا المكان منيح. إذا بتلاحظوا بلوك سنتيا يلي عملته هو إنه مبين البرونزر قوي، أنا كرمال أحصل على هيدي النتيجة بدي طبق برونزر كريمي أو كونتور كريمي بس تكون درجته قريبة على درجة البرونزر. فهمتوا علي كيف؟ نعمل هيدي الحركة. أوكي، بناخد مثل كأنه أخذين حرف سي بالإنجليزية ومنحطه هون، وهيدي المنطقة بالضبط يلي بدي طبق فيها هيدا الكريمي كونتور أو الكريمي برونزر. بدنا نعمل حركات دائرية دائرية هيك، تمام؟ وعلى الخفيف، ما بدنا نكتر. هلأ خطوة كمان كتير أساسية وبسيطة يلي هي بناخد الباودر وبدنا نثبت كل وجهنا. الخطوة الثانية هي اني رح طبق البرونزر فوق الكريمي كونتور يلي عملناه أو الكريمي برونزر يلي عملناه. لطبق هذا الشيء رح احتاج فرشاية مشطوبة بهذا الشكل، ورح طبقه بنفس الطريقة حرف السي بنفس المحل وكمان بخطوات دائرية. سنتيا عندها الحنك بارز ومحدد بشكل واضح. لحتى احصل على هذا الشيء رح اخذ اللوس باودر او البودرة الحرة على سفنجة ورح طبقه تحت البرونزر بهذا الشكل. اخذ كمية كتير خفيفة من البرونزر على فرشاية دمج ظلال عيون مفروشة بهذا الشكل، ورح طبقه بشكل خفيف فوق العين. يلي رح سويه هلأ هو اني رح اخذ فرشاية بهذا الشكل بتجي مشطوبة ومضغوطة، رح اخذ عليها هايلايتر بلون ذهبي ورح مده فوق العين بهذا الشكل. بدي طبقه بالنص الأول من العين. هلأ وصلنا لأهم خطوة بهذا الميك اب يلي هو الأيلاينر. رح علمكم طريقة كتير سهلة، الطريقة يلي أنا شخصياً تعلمت كيف برسم فيها الأيلاينر من 4 سنين، رح علمكم إياها وتصير سركن كمان بس ما تخبروا حدا. رح أخذ هيدا التلزيق وبدي خففه على ايدي، يعني رح طبطبه على ايدي هيك بالاول، ارجع اسحبه لحتى يخف منه التلزيق لانه ما بدي انه يأذي لي البشرة تبعي، بس هيك انا بس بدي حطه حط بهذا الشكل. رح اخذ الايلاينر على ريشة مشطوبة ورفيعة ورح بلش باني ارسم خط، وهذا الخط بدي يكون فوق التلزيق. رح بلش ادخل فيه شوي لجوا. هلا هون في عندي تب كتير مهمة، سنتيا عاملة ايلاينر من قدام مكملته، يلي عينه مبطنة ما يعمل هيدي الخطوة ويكتفي انه يرسم الايلاينر بس من ميلة برا، يلي عينه مش مبطنة بيقدر يطبق ويسحب لجوا. انا عيني مش مبطنة لهيك رح اسحب وفوت لجوا. وهلا رح نشيل التيب ونشوف كيف طلعت النتيجة النهائية. وهلا رح طبق تاني عين وهيدا تاني ايلاينر. إذا منطلع بصورة سنتيا منلاقيها مبينين الرموش تبعها طبيعيات مش مركبة ايلاشز بس مبينين كثيفين. رح اخذ مكبس الرموش واكبس الرمش بهيدا الشكل. اوكي، ورمش التاني.
من بعد ما كبست الرموش راح طبق الماسكارا، وهلا راح نطبق اللوس باودر على الماسكارا اللي حطيناها. بهذا الشيء بنكون عم نكتف الرمش، وبرجع من بعد ما كون طبقت اللوس باودر برجع باخذ الماسكارا مره ثانيه. راح اخذ الرمش رمش وطبق بس رمشين عن طرف العين. اهم شيء اني راح اختار الرمش يكون القياس تبعه قصير، ما بدي قياس طويل، بدي اياه يضل مبين طبيعي. راح اخذ لاصق الرموش وحطه على علبة او اي شيء يعني انتم بتقدروا تستحكموا عليه بتحطوه هون. راح بلش اسحب الرمش من العلبة باستخدام الملاط. راح اخذ الرمش وراح اخذ النقطة اللي بتكون براس الرمش وغطها بلاصق الرموش، انفخ عليها شوي لتنشف، مش تنشف كتير يعني تنشف شوي، وراح نحطها على منبت الرمش. وهلأ رح شيل اللوس باودر يلي كنت حطته بالأول وادمجه بنفس الوقت مع البرونزر يلي حطيته. على فكرة بسمع كتير كلمة اشطف الباودر أو شيله يعني، بس بأي لهجة هي خبروني بخانة التعليقات، كتير بحب أعرف. إذا بتتابعوا سينتيا بتعرفوا إنه هي عندها تريد مارك بتعملها يلي هي إنه بتاخد الهايلايتر وبتحطه على مدمع العين بهيدي الطريقة. كثير عالم بيقولوا لي إنه هذا السيجنتشر لوك تبعي، بحط هون. سينتيا سرقت لك الحركة تبعي. هلأ رح نطبق الهايلايتر يلي هو كمان بارز كتير باللوك تبع سينتيا. كمان إذا منلاحظ سينتيا حاطة هايلايتر هون وشوي صغيرة هون. هلا رح طبق البلاش باللون البيتشي أو المشمشي، بس بضحك وبطبقه هون. هلا رح طبق الحمرة أكيد باللون نيو. حددت الحواجب على الخفيف لأنه سينتيا حواجبها محددين. إذا حابين تعرفوا كيف تحددوا حواجبكم تركوا لي بخانة التعليقات وأنا رح أسوي فيديو مفصل لعلمكم كيف تضبطوا الحواجب. هيدا هو الفاينل ميك اب لوك. قولوا لي قربت على ميك اب سينتيا إيه أو لا. وهلأ رح ننتقل للشعر. لنقدر نطبق هذه التسريحة رح نحتاج لا شيل ولا مغطين. أول شي رح نعمله هو إنه رح ناخد الشعر على ميلة واحدة بهذا الشكل. رح ناخد المغايطة الأولى ورح نربطها بالشعر. رح اخد الشال ورح اشكله بالمغايطة تحت المغايطة. قسمنا الشعر ثلاث أقسام ورح نجدلها الجدولة العادية، بس رح ناخد الشال مع قسم من هودي الأقسام. الخطوة النهائية اللي بدنا نعملها هلأ هو إنه رح ناخد الشال مرة تانية، رح نلفه حول المغايطة يلي سويناها ورح نشكله مرة تانية تحت المغايطة لأنه ما بدنا إياها تبين. وهيدا كان لوك سينتيا سامويل لكوفر جمالوكي. خبروني إذا قدرت تصيب اللوك، أنا كنت كتير محمسة لهيدا اللوك. وقولوا لي مين هي نجمتكم المفضلة بخانة التعليقات وشو حابين إنه صور لوك للمرة الجاي. وأكيد أكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب على كل أور سوشيال ميديا بلاتفورمز وتحملوا تطبيق جمالوكي. وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.